قيمته جنب المجهور، الصرف الصحي جنبه، تأثير البق، تأثير الحشرات يعني، وعلى طول فزعان على اولادي وشم الروائح شنيعة، روائح في الشوب لا توصف، يعني مضطر نطلع من المخيم من شدة الروائح. يعطيهم العافية المشروع وظبطوا والله كتر خيره، من امثال هون صارت ممتازة، مشروع كتير كويس، مناظرة الأحسان رائع جدا جدا، وهلق صار ممتازة، لا بتلقى حشرات ولا دبان ولا بق، وكان قبل كان في مرض كتير. استفادت العالم من طريق العام لبعد بيت أبوه، كنا نعينا منها كثير ومن الرائحة، يعني كان يجينا ضيف ما يحسن يكمل سهرته عنا كان يمشي، أكتريت هون يعني ما يوصلوا لعنا من الريحة كانوا يمشوا. اجت منظمة الإحسان واشتغلوا المشروع، يعني الحقيقة كان مشروع مهم جدا. طبعا نحن قبل ما يصير مشروع الصرف الصحي كنا متضررين بشكل كبير كثير، من موضوع الحشرات، من موضوع الروائح الكريهة، موضوع إسهال، أمراض في الجهاز التنفسي. الحمد لله رب العالمين بعد ما أجت منظمة إحسان مشكورة اشتغلت لنا موضوع الصرف ومدت لنا بواري وتم تغطية المشروع والصرف بالكامل، يعني هلق الحمد لله رب العالمين خفت كتير موضوع الحشرات الروائح كلها هين قضى عليها خالص. بلغ طول المشروع تقريبا 2200 متر من القساطل والبوليإيثيلين قطر 120، أعداد المستفيدين بشكل غير مباشر حوالي 600 ألف نسمة، منطقة سرمدة وكفر دريان والدانة وبلدة باتبو ومخيماتها. النتيجة المباشرة لتنفيذ هذا المشروع هو القضاء على الروائح الكريهة والأمراض والحشرات التي كانت منتشرة بسبب هذه المياه.